هي القصه بتكمن في ان احنا فعلا صدقنا الحلم ان احنا ممكن ناخد الدوري، برغم ان احنا داخلين عارفين ان الموضوع بالنسبه لنا السنه دي هيكون صعب جدا ومرهق، لان اتلتيكو مدريد بيتراجع من فوق، ريال مدريد عمال يتراجع، كله بيقول ان برشلونه السنه دي واحد من المرشحين الاوائل للفوز بالدوري. مش عارف الثقه اللي جابوها في النادي دي جابوها في يوم وليله ازاي، اللي هو احنا عارفين ان الموسم بالنسبه لنا مش موسم مطلوب مننا نعمل فيه حاجه، بس لا بقى موسم مطلوب مننا نعمل فيه بطوله، لدرجه ان المدير الفني بتاعك بيصدق فعلا ان الموسم ده لازم يطلع بيه في الدوري. فوقتها هتعمل ايه؟ ترجع اللعيبه اللي بيقال عنهم خبراته، اللي بيقال عنهم ان هم حاسمين في المواقف دي. يعني النهارده خساره غرناطه كنت ممكن اتقبلها لو موجود في خط الدفاع اروخو، لو موجود جنبه من جيزه، لو موجود جنبهم سيرجينيو ديست، انما خط دفاعك يكون فيه سامويل اومتيكي وكمان جيرار بيكيه ويكون معاهم سيرجيو روبرتو ما تقبلهاش، لان ده معناه انك مدير فني خواف، ومعناه انك مدير فني اتفاجئ ان هو بقى بينافس على الدوري. وقتها رجع الحرس القديم، الحرس القديم اللي هو مش قادرين يمشوا. شوف كنت ممكن اكبرها لك عادي لو انت فعلا زي ما بتقول ان انت بتعمل فريق جديد. بس عشان كده يا جماعه قلت لكم من اول السنه دي ان ما حدش عارف اي حاجه في التارجت بتاع الموسم بتاعنا. كنا مقتنعين ان احنا بنبني فريق، فجاه مره واحده اتخلينا عن الفكره في مقابل ان احنا والله يا جماعه نعمل ثنائيه محليه. طب الثنائيه المحليه دي تتعمل ازاي؟ اريح سيرجينيو ديست واريح بدري. طب ليه؟ تريح كمان كلمه لانجلي. لانجلي سيء، بس مقارنه لانجلي بسامويل اومتيتي هي شيء من العبث وشيء من الفراغ، لان على الاقل لانجلي رجليه في الملعب، انما اومتيتي لسه مرجعينه من المقبره فورا. فانت بتهرج وانت بتحط التشكيله دي، ثقتك في المنظومه بتاعتك دي ثقه فارغه. قلت لكم في كذا فيديو يا جماعه برشلونه منظومه لسه بتقف على رجليها، 3 5 2 بتاعتك عناصرها الجيده هي اللي محرقاها، مش شكل الفريق وشكلك التكتيكي والرسمه التكتيكيه بتاع الحاله الدفاعيه بتاعتك هي اللي موافق على رجلك اطلاقا. بدري سيرجينيو ديست 50% من قوتك في ال 3 5 2، في ال 3 5 2 بتاعتك انت بتحاول تلعب بعرض الملعب، بدل ما بتعتمد بس على جورجي قلب ناحيه الشمال تعتمد ناحيه اليمين والشمال مع بعض، وفجاه تلاقي ان بقى فيه مساحات للتمرير كتير من ميسي. ميسي بدل ما كان بيبص على جورجي بس، بقى دلوقتي سيرجينيو متاح ان هو يلعب ناحيه اليمين، وان الراجل يهاجم معاه من ناحيه اليمين والشمال، والزيادات اللي بتيجي من بدري والزيادات اللي بتيجي من بوسكيتس، ده رجعه بوسكيتس يا راجل، يبقى لعيب خط نص واقف على رجليه السنه دي. اه والله ثنائيه فرانك ديونج وكمان جنبه بدري، رجعه بوسكيتس يلعب كوره. تيجي انت متخلى عن كل ده في مقابل ان انت عندك عنجهيه عايز تقول ان انا بكسب باي حد، اشرب. عايز تقول ان انا منظومه قويه، اشرب. حط لوكاس موريبا النهارده، اشرب. كل اللي انت عملته عباره عن عبث، الفريق جوه الملعب سيء. فدلوقتي ده بندور على ميسي، ميسي انقذك وجاب الاول، بس الهدف الثاني ما كانش فيه، لانك حرفيا عندك جبهه مقتوله اللي هي بتاعه سيرجيو روبرتو، اللي كل ما بيستلم الكوره بيرجعها مطرح ما جت، علشان خاطر ما عندوش حلول، علشان خاطر ما بيجريش، علشان خاطر ما عندوش نفس السرعه اللي موجوده عند ديست. شوتك الاول خلص بلك انك سيرجيو روبرتو مش قادر يمشي، مع ذلك سايبه جوه الملعب علشان خاطر يا جماعه مش كان لابورتو بيقول عليه ان هو واحد من ابناء النادي، ارجعه لك اهو. نخش تاني كوره سبحان الله علشان خاطر ربنا يثبت للناس كلها ان الراجل ده مدير فني بيعك وبيتعلم الكوره تتلعب من ورا سيرجيو روبرتو ومن ورا كمان جيرارد بيكيه ويجيبها مرش هدف، عشان خاطر تلاقي انك فجاه كده اتسحلت في مباراه كنت ممكن تخلصها، وعلشان خاطر انت برشلونه فده معناه ان الفرد اللي نازل على الدكه هيستحضر روح يوهان كرويف وفان باستن، وتلاقي فجاه ان اول كره تتلفع لك رص الراجل بيسجلها بطريقه ولا اجمل، علشان خاطر تلاقي نفسك 2-1 وبتجري ورا الجيم وحرفيا ما عندكش اي حلول. حتى الكور اللي ميسي كان بيجيبها فاولات ايام زمان بطل يجيبها، علشان خاطر تطلع قدام الناس كلها ان انت مدير فني مالت، الظروف ساعدته وساعده اخفاقات ريال مدريد واتلتيكو مدريد. ده رايي في رونالدو كومان، الناس اللي بتسال كذا فيديو ايه رايك في رونالدو كومان؟ مدير فني بيعك وكانت بتمشي معاه، كل فتره بيصدق ان هو مدير فني كبير بياخد على عينيه. بطولة الدوري كنت ممكن تاخدها عادي جدا لو كملت بافكارك، حتى لو خسرتها بالافكار بتاع الفريق الشاب كنا هنحترمك، انما انت دلوقتي خسران بالعناصر اللي ما كانتش قادره تمشي ايام كيكي، والعناصر اللي كانت سيئه ايام ارنوستو فالفيردي، ومع ذلك مصمم ان انت تحطها النهارده علشان خاطر تشيلك، وقتها يبقى انت مدير فني غبي ومغفل وتستاهل كل اللي يحصل معاك. لو حد عجبه الفيديو ممكن يعمل لايك، لو حد ما عجبكش الفيديو براحتك قول اللي انت عايزه.